قلت له: الشعراء فقراء. قال: لا تجوع القصيدة في بيت شاعر. شبعت من صدر شعره وعطشت في عجز بيت، فراحت دلاء العجز تفيض بانكسار فمي. ما بين الشعر والترجمة، كان من المقرر أن تكون لنا جلسة أخرى غير هذه الجلسة، لكن نعتذر منكم أحبتي لحدوث خلل صحي أو عارض صحي عند أحد زملائنا من سوف يحضرون الجلسة، وهو الزميل عاد زامل. نتمنى له الصحة والعافية. رحبوا معي بالأستاذ الذي سوف يتحفنا بهذه السيرة الجميلة جدا، وهي سيرة معطرة. سوف يكون لك المنصة، سوف تكون لك إن شاء الله. وهو الأستاذ صادق عبد المطلب الموسوي. هو أستاذ وأكاديمي ومترجم، وقريب جدا إلى الشعر، وقريب جدا إلى السياسة، وقريب جدا إلى التعليم. سيرة فواحة فيها الكثير من النقاط. قبل أن نبدأ بالحديث عن ذلك الشيء، علينا أن نشكر السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي الذي دائما يتعاون معنا مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب، وتحديدا أمانة العلاقات الدولية. هكذا دائما نمد جسور الثقافة، نمد جسور الإبداع. مساء الورد والمحبة أستاذنا العزيز. شكرا لهذا التقديم. أسأل كلمة إلي؟ نعم تفضل. أسعدكم، أسعدتم مساء. ممنون أنا على هذا التقديم. أود قبل كل شيء أشكر المركز الثقافي الفرنسي، المعهد الثقافي، اللي أتاح أن هذه المناسبة وهاي المحاضرة، كما وأذكر حتى ما أنسى الشاعرة المتألقة الفنانة التشكيلية مكانها خالي الست غرام الربيعي. تحية الست غرام مكانش خالي. فرصة سعيدة، آمل أن أكون أحسن الظن في هذه الأمسية. والموضوع شوية مو سهل، الشعر والترجمة اثنيناتهم صعبة، فأحاول أنا يعني أقدم شيء. فتفضلي إذا عندك أسئلة اسأليني وأنا أحاول أجاوب. مثلما يضيف الشاعر للحياة حياة أخرى فهو يضيف الشعر، ربما الترجمة تضيف حيوات أخرى أيضا، وهي تترجم لنا كل هذا الجمال الموجود في الشعر. نحن بحاجة إلى الترجمة، ويجب أن يعرف العالم الخارجي كيف نكتب، وعلينا أن نعرف أيضا كيف يكتبون، إلى أي درجة يصل الشعر إليهم، إلى أي درجة وصل وعي الشعر إليهم. لذلك نحتاج دائما إلى الترجمة. ربما سنتحدث في الجلسة عن بعض النقاط المهمة التي تخص الترجمة. هل الترجمة تسيء إلى النصوص؟ هل الترجمة تنقذ النصوص؟ هل الترجمة تنقلها لنا بشكل جميل كما هي مكتوبة، أم تحرفها أو تضيف لها بحكم حركة الحروف أو بحكم موسيقى الحروف الموجودة في اللغات الأخرى؟ ربما السؤال الأول الذي سوف نسأله للدكتور أو للأستاذ: من المؤهل في رأيك لترجمة الشعر؟ إذا تسمحي لي، أول شيء علاقة الفكر بمفردات اللغة والمعاني التي يسبغها المجتمع على تلك المفردات. ولنطلع على بعض ما يقوله سابير وولف. يقول إن فهمنا لقصيدة بسيطة على سبيل المثال لا يعتمد على مجرد فهمنا للمعاني العادية للمفردات فحسب، بل على فهمنا حياة المجتمع بأسره، حياة المجتمع بأسره، كما نعكسها أو توحي بها تلك المفردات إلينا أيضا. فنحن لا نرى أو نسمع أو نمر بالتجارب المختلفة بالطريقة التي يمارسها، إلا أن العادات اللغوية لمجتمعنا تفرض علينا مسبقاً
خيارات معينة لنا لتأويل معنى ما نرى وما نسمع وما نمر به، والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة. يعني مثلا الشمس، سامعين بالشمس؟ الشمس هذه المفردة التي هي في اللغة العربية مؤنث ولها معنى انفعالي سلبي في المناطق الحارة كالعراق ودول الخليج وغيرها، في حين نرى في الفرنسية أن هذه المفردة هي مذكر، هي مذكر ولها معنى انفعالي إيجابي في المناطق الباردة، وخاصة في أوروبا وبالخصوص لفرنسا وبريطانيا. ونأتي على مفردة القمر مثلا، شوفوا يعني المفردات الشمس تختلف هنا معناها عن معناها في فرنسا مثلا. يقول له مثلا الشمس هنا، يقول له وخط منطح شمس، هذا البيت منطح شمس، يعني المفردة هذه لها معنى سلبي. ليش؟ لأن من الحر. في حين لما أقول له يعني الشمس بفرنسا، من أقول له ستان جور انسولي، تا جور انسولي، يعني الفرنسيين يعلنون عيد يوم تطلع الشمس، عيد لهم، يطلعون الشوارع يتبددون على الأرصفة على البلاجات، جور انسولي. تشوف الفرق بين هي مفردة واحدة. نعم، ونأتي على مفردة القمر. القمر، القمر التي هي مذكر في اللغة العربية، القمر في اللغة العربية مذكر، وهي مضرب المثل في الحسن والجمال وشعر الغزل العربي مملوء بها. طلعت علي طلوع البدر ليلة تمي، الله، يقولها وجهك وجه القمر، يا عيني. القمر إلى معنى، إلى معنى يختلف عن معناه الذي هو القمر مذكر عن معناه في الغرب أو في فرنسا، في بينما هي مؤنثة بالفرنسي. ولا نقارن إطلاقا بالجمال، بل على العكس، فإنه حسب مفهوم القمر عبارة عن صخور القمر عندهم. شنو حسن الجمال؟ أنا إذا أقول لوحدة تلمون بيل تغثون بلالون، تقولي تيفو تبخبر، شنو أنا أشبه القمر؟ القمر بابا صخور وبراكين، ليش تقارن؟ يعني تماما تختلف. نعم، هذا يعني أن ترجمة النتاج الفكري والأدبي لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار عادات وتقاليد وظروف. يعني مثلا، فما هو مؤثر في الأدب العربي الذي هو أدب السيف والقرطاس والقلم غير مفهوم أو مؤثر في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. في اللغة الفرنسية المتميزة بثقافة الجبن والنبيذ، يعني يقول لك أروبا سان فان سان فرماج نيبا أروبا فرنسي، وجبة بدون نبيذ وبدون جبن هاي مو وجبة فرنسية. نبيذ يعني جزء من حياتهم. هنا يقول لك تسكر تشرب خمر، هذا هنا يختلف. هنا ذلك يعني ما ممكن نعمم. نعم، هسه أنا أجاوب على السؤال الآخر. عندنا تمور، عندهم هناك مثلا بفرنسا 200 300 400 نوع جبن بفرنسا، 400 نوع جبن، احنا عندنا 400 نوع تمور. لا هذا يفتهم هذا ولا هذا يفتهم هذا. المهم اجاوب، من هو المؤهل لترجمة الشعر؟ منو؟ الأديب، الشاعر، المزدوج اللغة؟ هل ترجمة الشعر هي معادلة في الوزن والقافية أو معادلة على مستوى اللغة من حيث الكلمات والحروف شلون، أو على مستوى المعنى والأحاسيس؟ هل يستطيع المترجم توصيل الحس اللغوي الخاص الذي كتبه الشاعر في قصيدته؟ يقدر؟ كيف؟ كيف وأن هناك تباين واختلاف بين لغة المبدع وبين لغات المترجم؟ هذا الشكل، هذا لما تحمله كل لغة من سمات خاصة وأساليب لا تمت بلغة المبدع بأي صلة. هل الترجمة التأويلية أو إعادة إنتاج القصيدة أو الإبداع بما يتناسب واللغة الجديدة والثقافة هي خيانة للغة
تكون بهالحالة؟ شلون؟ في الحقيقة ليس من السهل الإجابة على كل هذه التساؤلات صراحة ببساطة. وهنا تكمن صعوبة الشعر، لأنها لا تختلف عن كتابة الشعر، ترجمة الشعر ما تختلف عن كتابة الشعر، إنها تعتمد على لحظة أولى سابقة هي لحظة الإحساس بالنص الأصلي، وكذلك الإعجاب بالثقافة المغايرة والمنقول منها وإليها. عملية الترجمة لهذا الشعور من خلال القصيدة هو في الواقع ترجمة مضاعفة الانجذاب المضاعفة بالانجذاب باللغة والثقافة الأخرى، وباطنها الانشداد إلى النص الأصلي. عليه لا يمكن لهذه الترجمة الشعرية إلا أن تكون شعراً وإن كتبت نثراً. حتى لو تكتب نثراً روح بدون روح شنو وزن قافية؟ لا، بل حتى وإن وصفت بالخيانة فهي خيانة مرغوب بها. مرغوب بها عند القارئ للشعر المترجم. ولعل الترجمات العديدة لقصيدة البحيرة، لولاك قصيدة البحيرة أو هي شلون قصيدة، يعني أشد عتب على الزمن قصيدة البحيرة. ربما أستاذ يعني مفردة الخيانة أقل وطأة من مفردة القتل، لأن هنالك من يقول أن الترجمة تقتل النصوص تحيلها إلى شيء آخر، ربما الخيانة أكثر تزويقا من مفردة القتل. تعالوا شوف ليش تأثرت بهاي القصيدة البحيرة لامارتين. نعم، هي خير مثال في تفاوت إحساس المترجم لهذه القصيدة العاطفية ذات الوزن. ولا بد لي هنا أن أذكر شيئا عن الشاعر الفرنسي لامارتين. سامعين لامارتين؟ لامارتين، خلنا نذكر شيئا، والسبب الذي دفعه لكتابة قصيدة البحيرة. ليش؟ خلي أحكي لكم شوية عن لامارتين. ولد ألفونس لامارتين في مدينة ماسون عام 1790، وتوفي في باريس عام 1869، وهو من الشعراء الرومانتيكيين. رومانتيك في عام 1816. هذا الشاعر يحب عاشق، يحب، التقى بالسيدة جولي شارل، اسمها حبيبته جولي شارل، التي كانت على موعد معه، متواعدين ويا على ضفاف بحيرة بورجيه، ولكنها لم تأتي، ما جت، وقعد انتظرها على ضفاف البحيرة. لم تأتي ليش؟ مريضة بسبب المرض الذي ألم بها. وعندما بقي وحيدا في ذلك المكان والزمان والغروب، اجتاحه شوق الحبيب. لك شلون ما جت وحدة والمكان موحش؟ فأقام الدنيا ولم يقعد لافتقاده لها، ما جت. فاضطمت تلك الطبيعة الخلابة في عينيه، حيث البحيرة الجميلة في سويسرا كأنها مرآة تعكس سحر تلك الطبيعة الرائعة صافية. فأخذ يسترجع الذكريات ويميز ما بين الحلو بوجود الحبيب والمر في غيابه ولو جنة. ثم ماذا؟ حبيب ماكو. هنا كان الإبداع في التعبير شعرا، وهو يعاتب الزمن أقسى عتاب. ولكن يا هل ترى من استطاع من المترجمين أن ينقل صدق وقوة هذه المشاعر؟ منه الذي التزم بالوزن والقافية؟ هذا قدر؟ أم الذي فضل نقل هذه الأحاسيس ولو نثرا؟ المهم روحه. هل لنا أن نسمع مقطع منها في اللغة الفرنسية؟ ولنأخذ مقطعين من هذه القصيدة على سبيل المثال،
ونترجمها شعرا ثم نترجمها نثرا ونترك الحكم لكم سادتي. خلي نقرأها هسه شوية مقطعين بالفرنسي. Oh, autant de خاطب الزمن. Suspend ton vol et vous êtes propice. Suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec les jours les soins qui les dévorent. Oubliez les erreurs. Oubliez les erreurs. Mais je demande en vain quelques moments. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lent. Et l'horreur va dissiper la nuit. Et l'horreur va dissiper la nuit. La nuit. أنا راح أترجم المقطع من هذه. وزن قافية ونثر. شوفوا بأي هو اللي بتتأثرون به. هنا بالوزن القافية. الترجمة يقول فياض. يا دهر قف فحرام أن تطير بنا من قبل أن نملي أمانينا وبزمان الصبا دعنا على مهل نلتذ بالحب في أحلى ليالينا أجب دعاء بني البؤس بأرضك ذي وطر بهم فهم في العيش يشقونا خذ الشقي وخذ معه تعاسته وخلنا فهناء الحب يكفينا. هذا وزن قافية واحترم الوزن القافية في شعر رجالة ترجمة الشكل. ولكن هاي الترجمة مع نقول فياض احترمت الوزن القافية وسياق اللغوي ولكن هل نقلت معاناة وروح الشاعر في عتابه على الزمن؟ أنا ترجمتها نثرا. هذا ما سيظهر لنا عند محاولتنا التركيز في نقل الروح وانفعال الشاعر حين يجد نفسه وحيدا على ضفاف البحيرة تحرقه ذكريات الحبيبة دون الالتزام بالوزن والقافية. نثرا الآن ترجمة المقطعين عتب على الزمن. أيها الزمن أنا المترجم. ليش؟ يعني أنا المترجم. أيها الزمن أوقف طيرانك بقوة. أيها الزمن أوقف طيرانك وأنت أيتها الساعات الحلوة أوقفي دورانك وعبثا نتذوق الملذات السريعة لأجمل أيامنا. ليش؟ سريعة ليش نتذوقها؟ كثير من التعساء يتوسلون إليك أيها الزمن. يتوسلون إليك تعساء. أجري من أجلهم وخذ مع أيامهم الآلام التي تنهشهم وانسى السعادة. خليهم سعادة وانسى العشاق. ولكن عبثا أطلب بضع لحظات أخرى فزمن يفلت من يدي ويفر ويقول لهذا الليل مهلا لكن الفجر سرعان ما يبدد الظلام. ماكو لازم يخلص. سؤال أستاذ طبعاً. في رأيك الشخصي هل كان الترجمة للشعر الموزون فيها نوع من الخلل؟ الشعر الموزون القافية الوزن والقافية الترجمة الأولى كانت لديها وزن وقافية وجدنا هنالك الكثير من الكلمات لم توجد في هذا النص الآن النثري يعني مختلفة الترجمة. أنتم موجودين لك. أنا قرأت الترجمة بالوزن والقافية وقرأت الترجمة نثر تأثرت بمن بيا ترجمة بالوزن والقافية ها لون نثر ده يقولها أيها الزمن دي ملك نفسه أيها الزمن الحاقد. فهذا الفرق يعني المهم
مو الكلمات والقافية والوزن، المهم روح، شلون تنقل الروح. اي نعم. اما اذا اردنا هسه هذا لحد الان وصلنا، بس اذا نريد بالعكس نترجم الشعر الموزون المقفى من العربية الى الفرنسية شلون، فانه هذه الحالة يفقد موسيقى، مستحيل يبقى على الموسيقى الموجودة باللغة العربية. بل حتى معناه اذا ترجمناه نفس مثال فبيت شعر ناخذ بالعربي، لا بد للشهد من نحل يمنعه، لا يجتني النفع من لم يحمل الضرر. يتغزل بالمرة. لا بد للشهد من نحل يمنعه، لا يجتني النفع من لم يحمل الضرر. هنا في هذا البيت معاني كثيرة لا تخص الشهد والنحل فحسب، إنما يقصد الشاعر المكان العالي للمرأة، للمرأة، ويصفها بالشهد الذي لا يمكن الوصول إليه بسهولة دون لسعات شنو النحل. يشوف نجوم الضحى ويأكل 100 عضة حتى يوصل النحل، أي أن المرأة ثمينة ولا بد للرجل أن يتحمل دلالها وغنجها في بعض الأحيان حتى شروطها القاسية للوصول إلى الشهد. كيف للمترجم مهما أوتي من مهارة وبلاغة أن ينقل هذه القيم والعادات والتقاليد الدينية والاجتماعية في هذا البيت الذي يخص الشهد والنحل؟ حتى وإن ترجم شعرا إلى الفرنسية فإنه سوف لا يحرك قيد أمله لدى القارئ الفرنسي، ما يفتهم شنو نمل شنو شهد شنو نحل، ما يفتهم. وفي بعض الأحيان نعم أو الغربي بل لربما يسخر منه قائلا، ما علاقة النحل والعسل بالمرأة؟ شنو هاي العلاقة؟ ما لأن عاداته وتقاليده وفكرة ذهنيته ما تتحمل. يعني بالفرنسي لوميير باتفوق سيزاري بون بروتيجي لاكس، هاي ترجمتها الحرفية، ولكن يفهم القارئ الفرنسي، ولكن يفهم القارئ الفرنسي القصد. لابد أن نترجم المعنى حسب مفهومه، لازم نغير ونقول له من يبحث عن المتعة لابد أن يتحمل شنو العذاب. نعم، celui qui cherche le plaisir il faut supporter le malheur. ولكن هذا الأمر لا ينطبق على جميع أنواع الشعر، فمنه ما هو مفهوم لدى القارئ الأجنبي إن كان يمس الحياة بشكل عام مثل هذا البيت اللي أعطيكم إياه مثال. يعني هل هو بسبب ضخامة اللغة العربية، بسبب جمال اللغة العربية، لذلك من الصعوبة خصوصا الأبيات كتابة الشعر العمودي، ترجمة الشعر العمودي، هل هو صعب بسبب غنى اللغة العربية، بسبب نعم. ضخامتها وجمالها نعم. أم بسبب عجز اللغات الباقية عن الإتيان؟ هي تكفي اللغة العربية لغة القرآن، لغة السيف والقرطاس والقلم، ولغة الفروسية، اللغة العربية هذا تاريخها. لا تسقني ماء الحياة بذلة بل اسقني بالعز كأس الحنظلي، قوة ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أفضل منزلي. شنو هاي؟ قوة، قوة هذه. وهكذا يعني الأمثلة. ومن أراد العلا مثلا، هذا بيت شعر هذا عامي، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطرا. مفهوم هذا، مفهوم لدى جميع الشعوب والأمم، ومع ذلك فهو سيفقد الإيقاع والموسيقى عند الترجمة. celui qui veut atteindre les sommets sans fatigue passe sans toucher le but qu'il voulait saisir. Tu comprends pas? Tu comprends pas? لذلك فإن معرفة اللغتين لا تكفي لترجمة الشعر، وإنما تعتمد على شخصية المترجم وثقافته وقدرته في الإحاطة بتاريخ
وحاضر كل من اللغتين لأنها ضرورية لمعرفة خبايا النص وفهم سياقه. في رأيك الشخصي يا أستاذ، نحن دائما لا نحب أن نشتري الكتب التي يترجموها المترجمين المصريين، دائما لدينا خلل بالترجمة المصرية، هل هذا هو سبب يعني في رداءة الترجمة، أم هو سبب في عدم الإلمام باللغة الإنجليزية بشكل تام؟ أم نعم اتفضل أستاذ. أنا هذا الموضوع بالنسبة، ولعل آراء كبار المترجمين تعطينا فكرة عن صعوبة وأهمية الترجمة. يقول جورج دعون المحاضر في علوم الترجمة في كلية الآداب في الجامعة لبنان أن الترجمة مركب صعب، أما المترجم الروسي ابن شينك فإنه قال ذات مرة في معرض حديثه عن ترجمة الشعر، شلون يمثلها ترجمة الشعر، شلون يقارنها، الترجمة من الشعر وإلى الشعر كالمرأة، شلون؟ إذا كانت جميلة لم تكن مخلصة، يعني مغادفة الشعر، إذا كانت جميلة لم تكن مخلصة، وإذا كانت مخلصة لم تكن جميلة، مع اعتذارنا إلى المرأة. أو وهنيئا لمن نال المرأة التي تمتاز بصفتين، هنيئا. وهنا نطرح تساؤلات التي هي موضوع بحثنا. أهلا وسهلا، أهلا بكم أحبتي. انضم إلينا مؤخرا الأمين العام للاتحاد الأدباء والكتاب وكذلك السيد جمال هاشمي. مرحبا بكم. مرحبا بك أستاذ، أهلا وسهلا. Soyez les bienvenus en français, بالفرنسي. أهلا وسهلا بكم وتشرفنا، وآملين أن نكون عند حسن الظن يعني، وكنا ننتظركم. نعم، فحشينا فاتكم الكثير، تحدث بشكل كبير عن ترجمة النصوص وكيف يترجم النص الغربي على وزن وقافي، أو النص العربي أيضا من وزن قافي إلى بدون نص وقافي. كذلك هو ترجم، هنالك نص لديه مترجم هو من ترجمه على طريقة النثر، لم يترجمه على طريقة الوزن والقافية. نعم. الآن هو يتحدث، هل حرفة تعلم لغتين أو ترجمة لغتين كافية كي تترجم الشعر؟ فالآن هو يتحدث بهذا الموضوع. ترجمة عالم آخر يعني، الترجمة إذا ما كان المترجم متمكن وما كان يعني عنده معرفة باللغتين، يعني أنا أفضل إحنا نقول عليه بلانك، يعني عنده اللغتين مثل لغتي الأم، لأنه ذهنيتين مختلفة، ذهنية اللغة الأم والذهنية المترجم إليها. هنا عادات شكل، هنا عادات شكل. وأعطيتكم المثال، مثال الشمس ومثال القمر ومثال الصحراء والسيف ومثال المناخ إلى آخره. يعني المناخ يلعب دور، ما هو هنا سلبي هنا إيجابي، ما هو هنا إيجابي هنا سلبي، يعني ما ممكن نعمم. نعم، كيف يمكن لمن يتصدى نقل قصيدة بهذه المواصفات أن يكون أمينا لها في جانبيها، أي الموضوع والفكرة والوزن والقافية والبحر الشعري، أو لم يكن في الأمر مجازفة كبيرة في أن يتولى مترجم الشعر اهتماما أكبر لجانب على حساب جانب آخر، كأن يكون قريبا مخلصا للمعنى والمضمون، فيأتي ذلك على حساب القالب الشعري مثل ما ترجمة البحيرة، أو الشكل الذي سيصب فيه ذلك المضمون، أو العكس، أن ينشغل المترجم ببناء قالب شعري ذي قواعد شعرية، فيأتي هذا القالب أو ذلك الشكل عربيا خالصا ذا جرس ورنين وموسيقى هي بنات لغته العربية رنانة على حساب الفكرة والمضمون الذي صار. ومثل ما اجتهدنا كما رأينا في الترجمة الشعرية لترجمة البحيرة. هل لديك نصوص أخرى؟ نعم، نسمع منك الترجمة لو سمحت. نعم، هذا يعني بأن مترجم الشعر إذا أراد أن يخرج بالمعنى كاملا فيجب عليه في معظم الحالات أن يخرج من الحس الموسيقي، كما لاحظنا في الترجمة لابد
ترجمة لا بد من نحل يمنعه إلى آخره، بمعنى آخر يخرج من ترجمة الإيقاع. ولذلك نلاحظ عدم اهتمام، هذا جواب على سؤالك، ولذلك نلاحظ عدم اهتمام القراء بالكتب المترجمة وخصوصا الشعر. قيل أن من يترجم كتابا أدبيا سيخسر، لأن أحدا لا يقرأ ولا يفهم في معظم الأحيان النص المترجم حرفيا، يعني من اللغة الأجنبية النص المترجم حرفيا ما ممكن. شعرا نعم. ومع ذلك فإن نزوع البعض نحو ترجمة الشعر نثرا كان له أثرا كبيرا على الأدب العربي وخصوصا على رواد الشعر الحر في الستينات من القرن الماضي، كالسياب والملائكة والبياتي والأمياء عباس عمارة وغيرهم الكثير، مع الفارق بين الثقافتين العربية والأجنبية. ولنأخذ نموذجين من الشعر الحر، أحدهما في الفرنسية والآخر في العربي. سأتي مجردين شعر جميل. هذا جاك بريفير، سامعين بجاك بريفير، كاتب قصيدة بالفرنسي، خلي أقرأ لكم القصيدة بالله بالفرنسي. المهم je suis le fils de l'homme. Quand je suis né, ma mère n'était pas là. Où était-elle? Au marché. Peut-être chez les voisins. Chez les voisins pour leur emprunter des pains et des vins. Et son absence, mon père a fait l'impossible pour faire le nécessaire. أنا من ترجمة هذه القصيدة إلى العربي. هسه صارت. ليش؟ هسه شوفوا. على حين غارة. أنا أيضا إنسان. يوم ولدت لم تكن أمي هناك. أين كانت؟ ربما في السوق أو لدى الجيران. لنقترض منهم خبزا وخمرا. وفعل أبي المستحيل أثناء غيابها حتى يفعل ما يجب. يعني سبيزاق، يعني ما تأثرنا به. يعني سبب ضعف القصيدة أم سبب الترجمة اللي أحالت القصيدة إلى هذا الضعف؟ لا، السبب الذهنية العقلية، يعني هاي العقلية، شكل هاي العقلية. هو بالنسبة إلى هذا جاك بريفير، يعني هاي يعتبر من أجمل القصائد اللي كاتبها. هذا الكلام سواء كان نثرا أو شعرا لا يثير عند القارئ العربي أي انفعال أو أي مشاعر، لأن ذهنية وثقافة العربي تختلف عن ذهنية الأجنبي في كل نواحي. والعكس بالعكس صحيح. ولنأخذ مقطع من شعر بدر شاكر السياب. فإنه بقدر ما يؤثر عند القارئ العربي بالشكل، فإن الترجمة الحرفية له إلى الفرنسية غير مفهومة بسبب اختلاف الثقافات. قلنا اختلاف الثقافات، إذ كيف نترجم قصيدته المعروفة عن المطر؟ شلون؟ يعني يقول عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر إلى آخره. الترجمة الحرفية لهذه القصيدة لا يمكن أن تنقل المعنى الحقيقي لها أبدا، عليه لا بد من ترجمة حرة على حساب القالب الشعري أو اللغوي لكي تكون مفهومة لدى القارئ الفرنسي. فنقول بالفرنسية، لازم نفسر بالفرنسية. Tes yeux de palmier à l'air de l'aurore. عيناك غابتا نخيل à l'air de l'aurore ou deux balcons sous la lune qui fuit. بالكون. هو ما يفهم هذا الحكي، ما يفهم. يعني حتى لما واحد يتغزل بالفرنسية يحكي له هذا الشعر تجده غير معقول. أي غير معقول. وهنا أريد أن أؤكد بأن الشعر هو الجنس الأدبي واللون الفني الأكثر صعوبة في الترجمة،
بينما هناك ألوان أخرى كالرواية والمسرحية لا تصطدم فيها أعمال الترجمة بكثير من العوائق، لأنها قابلة للتأويل والاجتهاد، في حين يكون المترجم في موقف حرج بين قصور المفردات المتشابهة بين اللغتين وبين المحاكاة. فإذا لجأ إلى التأويل لن يسلم من الانتقاد والهجوم والكلام اللاذع، وإذا لجأ إلى المحاكاة لم يسلم من اتهامه بضعف الترجمة. وعموما وهكذا يستمر الجدل والاتهامات المتبادلة بين كل من الشعراء والمترجمين. الخلاصة حتى أنهي، كل ما يعبر عن معاناة الإنسان سلبا أو إيجابا هو فن، فن معاناة، سواء كانت رسما أو نحتا أو نثرا أو شعرا. وعليه نعود ونؤكد بأن ترجمة الشعر هي ليست مجرد نقل كلمات وحروف، إن لم ننقل نفس التأثير الروحي أو روحي أو روحي للشاعر الفنان بأي وسيلة كانت، سواء كان موزونا أو حورا. لقد بينا في هذا البحث المتواضع بأن ترجمة الشعر هي ترجمة الروح والمشاعر. ولا أريد أن أطيل وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لحضوركم. تحياتي. ميرسي بيان. ربما يبقى السؤال، يعني ما بالتفصيل، ما سوف يبقى السؤال دائرا بيننا دائما، هل نحن مع الترجمة أم لا، مع ترجمة الشعر تحديدا. نسمع آراءكم أو أسئلتكم، تفضلي عزيزتي. تعقيب صغير عن سؤال حضرتك عن يعني ليش يميل القارئ العربي او العراقي الى ما يميل، بالعكس يعني يبتعد عن الترجمه المصريه. اعتقد يعني انا كقارئه المصريين سواء ترجموا بشكل يعني احترافي او بشكل غير احترافي لازم يدخل مفردات من العاميه المصريه اللي هي تنفر القارئ العراقي من يعني الترجمه اللي يقدمها. احنا نقول بالعاميه دخل خشمه يعني بالموضوع. ف يعني هو سواء يعني أنا أقرأ قصيدة جاكوب ريفر فجأة ألقى مفردة عامية مصرية، هذا يسبب يعني نفور من القارئ العراقي. أعتقد يعني هو هذا السبب، يعني إنه إحنا نبتعد عن الترجمات المصرية. أنا بشكل شخصي ما أحب الترجمة المصرية، سواء الأنواع الأدبية الأخرى سواء للشعر. ربما هو الترجمة المصرية لديها سمعة سيئة يمكن في الأوساط الأدبية، ربما لهذا السبب. يعني تفضل تفضل استاذ جمال. تفضل استاذ. طبعا اول ترجمه للشعر بالعالم العربي هم المصريين. الاسبانيه المصريين يعني هم متقدمين، وبعض البلدان اللي هي ثقافتها فرانكفونيه يعني تونس المغاربه، كان الظرف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يعني متخلف بالنسبة لمصر اللي كانت متقدمة. أجمل الشعراء الفرنسيين هو لويس أراغون. أجمل من ترجم لويس أراغون ألزا وعيون ألزا هو الشاعر المصري فؤاد حداد، وسامية أحمد أسعد رئيسة قسم اللغة الفرنسية أو الأدب الفرنسي في جامعة القاهرة ذاك الوقت، وأصبحت من أكبر وأعظم التراجم الشعر الفرنسي وبالذات يعني لويس أراغون مصريين. ما له علاقة يعني هذا الشيء، ما له علاقة. هسه حاليا يعني يقال أنه الترجمة لها علاقة بال يعني الثقافة أو الشعر الفرنسي، يترجم عن طريق التوانسة أو المغاربة، أنه درسوا وراحوا هناك وقسم منهم عاشوا الذهنية الفرنسية والثقافة الفرنسية أو شبعوا بالثقافة الفرنسية. يعني من طالب إعدادية الآن كمل الماجستير والدكتوراه، يعني ما لها علاقة هاي الشغلة. المهم هي ترجمة، بس تبقى هذا مثل ما قال الدكتور صادق، أصعب شيء ترجمة الشعر، أصعب شيء. يعني الصور الشعرية العربية تختلف عن الصور الشعرية الفرنسية أو الأوروبية، يعني ما أدري، أترك الرأي لهم. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ جمال. تفضل استاذ عمر بعد ان شاء الله. استاذ لا انا تفضل استاذ. استاذ تفضل. مساء الخير. مساء.
وشكرا جزيلا للدكتور صادق على هذه المحاضرة التي خسرنا كثيرا لأننا لم نستطع أن نحضرها من البداية، وشكرا للدكتورة راوية الشاعر وهي تدير دفة هذا الحوار، وبالتأكيد الشكر الكبير للمعهد الثقافي الفرنسي الذي يمنحنا هذه الخيمة العالمية من الجمال. يعني يقال بأن المترجم لا يخون إلا النص الأدبي، فهو حقيقي جدا، لكن إزاء النص الأدبي هو مضطر أن يمارس الخيانة المحببة. السؤال هنا، هل نحن قرأنا شكسبير أم جبر إبراهيم جبر؟ هل شكسبير بقصائده القديمة، فيكتور هوغو برواياته القديمة، ما زال مألوفا بلغته الأم عند الجمهور الأم الذي نتج عنه؟ أظن بأن اللغة اختلفت. ربما في لغات تغير معاجمها وتجري عليها التحديث الدائم كاللغات الفرنكفونية أو اللغة الأنجلوسكسونية، الأمر صعب لأن المعجم متغير دائما. علينا سهل، نحن الذين ما زلنا نرتبط بتراث قديم على مستوى الكتاب المقدس الذي ما إن خرجنا عنه ويرجعنا، وعلى مستوى الأدب القديم. ولكن السؤال هنا، نقل الأدب من لغة إلى لغة أخرى، هدف اللغة هو التواصل، وحينما تخرج كما يقول كوهن عن مبدأ تواصلها إلى مبدأ شعريتها تنحرف لكي تكون أدبية. ثمت مرسل يصوغ رسالة لكي تذهب إلى مرسل إليه، هذا في النص الأصلي. طيب، في النص المترجم من هو المرسل؟ هل هي الرسالة أم هو المرسل إليه؟ وما هي الرسالة حينما تختلف اللغة؟ هل هو المترجم سيكون المرسل، أم صاحب النص الأصلي هو المرسل؟ ومن المرسل إليه؟ هذه هي القضية العلمية التي لربما ما زلنا نشتجر أزاءها. وهذا هو الأمر الجميل الذي جعل من المترجم ليس حاكية أو جهاز تسجيل ينقل اللغة من وجه إلى وجه، إنما جعله منتج نص. فالمترجم ينتج النصوص ولا يكتفي بنقلها لغة أو يكتفي بنقل محتواها. شكرا جزيلا. أستاذ عمر، نحن في المسرح لا نقول to be or not to be، نقول أكون أو لا أكون. نعم، لذلك جبرة كان من أعز أصدقائنا في الكتب التي كنا ندرسها في المسرح، كذلك عبد المسيح ثروت، هو قدم لنا كتب جميلة جدا في المسرح. أنا أتفق معك، نعم أنا أتفق معك طبعا في هذا تحدث الأستاذ قبل قليل عن الخيانة، قلت له الخيانة ربما أقل وطأة من القتل، هنالك من يقول الترجمة تقتل النصوص، لكن فعل الخيانة نجده أقل وطأة من فعل القتل، صحيح دكتور؟ نعم. أستاذ، إذا تسمحين أجاوب الأساتذة واللي تفضلوا. فيما يخص الأستاذ حبيبي الأستاذ عمر، اللغة كالكائن الحي تنمو كما ينمو الكائن الحي، لأن مع مرور الزمن يصير هناك حاجز زمني في اللغة. يعني اللغة التي كانت تستعمل قبل 100 سنة 150 سنة في العصر العباسي أي العصور، وإلى الآن تطورت بالكامل، يعني هناك تطور في اللغة، ولذلك لابد من متابعة هذا التطور في اللغة في المفردات. المفردة ما تبقى هي نفس المفردة. عليه من خلال تجربتي، ليش أكو فرق كبير بين ما نعيشه في الشرق العربي وفي الغرب. في الغرب بشكل عام، احنا نحكي على الروح، بالغرب بشكل عام الروح ميتة مكروه، في حين في الشرق الروح تواقة متهيجة تغلي، ف
فهذا ينعكس على الترجمة وترجمة الشعر خاصة. يعني أنا ما شفت، أنا يعني بفرنسا شفت هواية، ما هالقد ما شفت شعراء مهتمين بالشعر ومثل ما عدنا شعراءنا بال، يعني من كنا إحنا ندعي للمربد، مربد الشعر يعني المهرجان، شعراء فرنسيين ما هالقد يهتمون ولا يجون، لأنهم يعيشون غير عالم. فلذلك العالمين يختلف، عالم وروح اللي عندنا يأثر على الترجمة ويأثر على القصيدة، في حين عالمهم عالم ميت تقريبا، لأن العلاقات ميتة، العلاقات الروحية. شكرا جزيلا. أستاذ أمين. نعم. بدأ شكرا للأستاذ الدكتور صادق وللراوي الشاعر، شكرا جزيلا. الحقيقة الترجمة، ترجمة الشعر بالذات، أعدها مغامرة إذا لم يكن المترجم يمتلك وسائل كثيرة، منها إجادة اللغتين، ومنها معرفة المجتمع الذي كتبت بلغته القصيدة، لأن هذه المعرفة، معرفة المجتمع وروح المجتمع وطبيعة المجتمع، إذا لم يكن المترجم يعرفها فإنه سيكون ناقلاً حرفياً فاشلاً. الدكتور ذكر لنا مثال الشمس والقمر. القمر هجاء في الفرنسية أو الإنجليزية، لكنه في العربية قمة الجمال ومثال للجمال، لأسباب لا نريد أن ندخل فيها. أخبرني أحد الأصدقاء أن الكلام المشهور هذا خبر أثلج صدورنا، منقول عن الإنجليزية، لكن الإنجليزية ما قالت أثلج صدورنا، وإنما قالت دفأ صدورنا. فالمترجم كان ذكياً حينما ترجمه إلى العربية ببيئتها الصحراوية الغالبة، وعرف المعنى أن تكون النار أو التدفئة في المجتمع الغربي، لأنه هو مجتمع غالباً ممطر بارد كذا. إذا قصيدة لامارتين حينما شعر بالوحدة و لا يمكن أن يجسدها مترجم إلا إذا كان متمكناً من اللغة ومن فهم عصر لامارتين والظروف التي أحاطت بنظم القصيدة. لدينا أبو فراس الحمداني يقول: بدوت وأهلي حاضرون لأنني رأيت دياراً لست من أهلها قفر. هذا هو الشعور الذي يترجم النص الذي بدأته في بحيرة لامارتين، الشعور بالوحدة، بالخوف، بكذا. فيختلف، تختلف الترجمة من شخص إلى شخص. نجد ترجمات نعم ناجحة تتوقف على إمكانية المترجم، كما ذكر الصديق جمال الهاشمي حينما ترجم بعض قصائد لوي، أظن الأيس لا تلفظ بالفرنسي، لوي أم لويس نقول دكتور؟ لويس أم لوي؟ لوي. إيه بدون سين. لوي تكتب السين ولا تلفظ. لوي أراغون عن إلزا: عيناك من شدة عمقهما أكاد أنسى فيهما ذاكرتي. هذه الترجمة في العربية هي ترجمة شعرية ناجحة مؤدية. فإذن بشكل عام ترجمة الشعر، الترجمات الناجحة تكون قليلة، لأنها تتطلب فرداً تكامل في مسائل عديدة، إذا افتقد جانباً من جوانبها فإن الترجمة ستكون عاجزة ولا تؤدي ما أدته القصيدة. غالباً الشعر المترجم الذي نحن يترجم إلى العربية، شعر بابلو نيرودا، شعر رسول حمزة توف،
نبحث عن أفكار، لكننا طبعا لا يمكن أن نتنازل عن الصياغة وجمال الصياغة. بعض اللغات تعجز أن تؤدي ما تؤديه لغة أخرى، واللمسات الجمالية تذهب بالترجمة. أخبرنا أستاذنا المرحوم صفاء خلوصي أنه حينما كان يقرأ بعض أبيات المتنبي للطلبة الإنجليز كانوا يستسخفون شعر المتنبي، لأن اللغة الإنجليزية تكون قاصرة في كثير من المسائل عن استيعاب جماليات المتنبي وشعرية المتنبي واعتماد المتنبي على القافية في تفجير المعنى، لا أن يستجديها استجداء، وإنما تأتي القافية لتفجر المعنى وتضيف شيئا جديدا. أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائبا. لاحظوا المفارقة في هذه اللفظة الأخيرة. أتستطيع الإنجليزية أو الفرنسية أن تؤدي هذه المفارقات اللغوية؟ أظن المسألة صعبة وتحتاج إنساناً متمكناً ليس من اللغتين فقط، وإنما من دراسة روح المجتمع الذي قال فيه شاعر قصيدة بلغته الوطنية. شكراً. شكرا استاذ امين. انا بس اجيب مثال بسيط من بيتين الشعر، وهي هاي البيتين الشعر للمرحوم احمد الصافي النجفي، سامعين بي؟ وهو يتغزل بعيون حبيبته. احمد الصافي النجفي يتغزل بعيون حبيبته. شوف شو يقولها، اريد اشوف هذا يا مترجم يقدر يترجم هاي كم بيت الشعر. يقولها: بعينيك يا حبيبتي خمر وسحر وغيبة ووحي، ثم ما يعجز الوصف، أسافر أحيانا وأبحر فيهما، لم أحتج شراعا ولا جدفا، تحركني عيناك كيف أرادتا، وأبصر أحلاما وطرفي ما أخفى. يقولون في التنويم علما، تنويم مغناطيسي، يقولون في التنويم علما، ولو رأوا عيونك ناموا نوما من سكن الكهف. هاي وين هاي؟ إذا أترجمها للفرنسي ما يفهمها يا حبيبي، لأنه هاي وليدة عادات وتقاليد وديانة وقراء. يعني مثل ما تفضلت، هناك فرق بين مجتمع ومجتمع، لذلك مو سهلة الذي مودته يعني متمكن من اللغتين كلغتي أم. شكرا جزيلا. تفضل أستاذ. تفضل أستاذ أحمد العبيدي، أهلا بك. يا أهلا، حيا الله. شكرا، شكرا جزيلا. الحقيقة ترجمة الشعر فعلا هي أصعب ترجمة، ولكن لماذا؟ القصيدة هي كائن عضوي حي، فيها روح وفيها إيقاع وفيها موسيقى بغض النظر عن الوزن والقافية. ولهذا قال يوجين نايدا، هو ثاني منظر في الترجمة بعد جيسي كاتفورد، قال: على مترجم الشعر أن يكون هو شاعرا حصرا، الشاعر الوحيد الذي يستطيع، وطبعا لازم يجيد اللغتين، اللي يستطيع نقل روح القصيدة وإيقاعها إلى اللغة المستهدفة، لأن الترجمة هي من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف. ولكن كيف تكون هاي الترجمة؟ هل هو يلتزم بالنص الأصلي ويجد مكافئ له مطلقا؟ وهنا تنطبق مقولة المترجم هو خائن، وأفضل المترجمون هم أشد خيانة للنص، هذا في النص الشعري حصرا، في النص الشعري حصرا المترجمون هم خونة، وأشد يعني أفضل المترجمون هم أشد خيانة للنص. وشكرا. ملاحظة أخرى أو مداخلة أخرى؟
شكرا. اول شيء احب اقول يعني احب اشكركم على الامسيه الجميله فعلا، يعني انا كل شوي استفدت من هذا الشيء. تعقيبا على الحكي اللي هسوي سمعته، انا بالنسبه لي مثلا قد اكون بمقتبل عمري، مثلا عمري 23 سنه، فما عندي هاي يعني الخبره او التجربه مثلا بالشعر او بالحياه او باي شيء. بس انا بالنسبه لي احب اكتب شعر باللغه الانجليزيه، واحب انه اضيف لها فد يعني مثلا فد مقاطع بالفرنسي في بعض الاحيان. بس الفكره وين؟ الفكره انه انا حاليا دا اجرب انه اترجم القصائد مالتي، لان اريد انه انشر الف كتاب انشر به قصائدي بالعربي وبالانجليزي. فدا الاحظ انه من احاول انه اترجم النص الانجليزي اللي انا كتبته، انا شاعر، يعني انا شاعر، انا اعرف الانجليزي واعرف العربي واعرف يعني يعني الذهنيه مال الانجليزيه ومال العربيه. بس من احاول انه اترجم القصائد ما اقدر انه انقل نفس المشاعر اللي مثلا انا نقيتها باللغه الانجليزيه مثل ما انا دا احاول انه انقلها باللغه العربيه. مرات اضطر انه مثلا اغير فد التعابير المجازيه او بعض الكلمات اللي ما تشبه بترجمه حرفيه، لان يعني هو دا الاحظ انه هذا الشيء كل صعب انه مثلا اترجم الشعر واوصله مثل ما انا اريد انه اوصله باللغه اللي تختلف. فيعني هالشيء كله صعب، يعني انا دا احاول انه اجي حل هاي المشكله. شكرا. شكرا لك عزيزي. شكرا. عندك تعقيب على؟ لا شنو نصيحتك؟ نصيحتي انه هو في مقتبل العمر والتجارب امامه، ونصيحتي قدر ما تستطيع أن تطلع وأقرأ الشعر باللغتين، وحاول أن تكتب وتترجم، لأنه بعد في مقتبل الأمر والطريق أمامه طويل، ونتمنى على التوفيق. شكرا جزيلا. ضلعك المكسور في صدري تمره الزفرات، فيحتفل ناي الجسد بصور مثقوبة، كي يظل الشعر مسافرا حرا، على الترجمة أن تكون جناحا وارفا. لذلك شكرا لكل هذا الجمال أستاذ صادق، وشكرا لكل هذا الحضور الرائع، شكرا للمعهد الفرنسي الذي يضيف لنا دائما إضاءة، شكرا للاتحاد الذي ينظم هكذا جلسات تضفي لنا جمالا، تضفي لنا وعيا، تحاول أن تغير دائما من أفكارنا القديمة، من سلوكياتنا القديمة إلى سلوكيات جديدة. شكرا لكم أحبتي مرة أخرى، وشكرا للأستاذ الجميل أستاذ صادق.